بمناسبة ان احنا النهاردة عيد الحب، فطبعا هابي فالنتاين داي ليكو. مش بحس ان هو مجرد شغل وخلاص، اكتر كارير بحبه جدا جدا جدا. في فئتين في الهدايا، يعني انت مثلا ممكن تجيبي بوكس شكله حلو جدا ويبقى سعره 50، وبوكس تاني شكله حلو قوي ويبقى سعره 300. الدباديب طبعا هي اكتر هدية معانا مكملة، لكن في دلوقتي الباندا وفي كاركتر زي فلافيلو. اغلى هدية بنت هي اللي عملتها، كان تقريبا 4000. اغلى هدية ولد عملها كان بوكس ب2000 ومعاه دبدوب كبير قوي. في شعور كده بالنسبة لي اكتر حاجة بتسعدني، لما بلاقي العملاء مبسوطين بالهدية، هم مش مجرد دخل خد البوكس ومشي. اكتر كارير بحبه جدا جدا جدا، خصوصا كمان ان هو ده الكارير اللي انا ابتديت فيه من وانا صغيرة قوي، من اول ما دخلت الجامعة تقريبا. كمان بحسه مجال بناتي، مش بحسه ان هو مجرد شغل وخلاص، لا كل حاجة فيه انا بحبها، فبلاقي نفسي بعمل كل حاجة فيه صح جدا الحمد لله. البنات كمان كلهم العملاء هم مش مجرد كاستمر، هم جاست فريند، العلاقة ما بيننا. فهتلاقي ان في ناس كتير قوي بيحبوا المكان، لكون ايه ان هم بيجوا هنا يبسطوا، هم مش حاسين. وخصوصا كمان فكرتي في المحل ان اي حد مكتئب يجي المحل هنا يخرج مبسوط ومفلس. الاثنين بس مش قوي يعني، مش شرط. دايما بقول لهم حتى لو انتوا مش لازم تاخدوا كل الحاجات اللي انتوا عايزينها، ممكن تاخدوا حاجه حاجتين كل شهر، حاجه حاجتين يعني قلبي عليهم. كمان الحمد لله الاستاف بتاعي كله بنات، فدي حاجه برضو بتخلي البنات مبسوطين. اكتر حاجه واجهتني بالنسبه لي كانت صعبه شويه في البدايه، فكره اني ازاي بنت تعمل مشروع سواء في البيت ومسؤوليه المشروع. بس انا كان عندي حاجه مختلفه قوي، قاعده كده انا في حياتي الشخصيه، اني لو حد فضل طول عمره موظف هو بيفضل طول عمره موظف، فبحس ان لازم يبقى عندك حاجه خاصه بيك. انا مجتهده جدا وفي نفس الوقت توفيق ربنا. صح الموضوع كان فيه حاجات كتير قوي صعبه في التعامل في البدايه، كل حاجه انت عارفه اكيد كل حاجه ما بتبقى سهله في اول الامر. اول حاجه خدتها فيدباك من العملاء ان هم شايفين ان الاسعار ما ابتدتش ان انا اجيب حاجات غاليه قوي، كنت بجيب حاجات اسعارها كويسه تبقى مناسبه للمحوش اكتر من الناس اللي معاها. بعد كده ابتديت ان انا اطلع بالايتمز ان يبقى في حاجات كتير تناسب الجميع، يعني اللي عايز حاجات اوريجينال ممكن يلاقي في المكان حاجات اوريجينال. ده بالنسبه لكل حاجه يعني، مش بالنسبه للهدايا بس. بالنسبه للهدايا برضو في فئتين في الهدايا، يعني انت مثلا ممكن تجيبي بوكس شكله حلو جدا ويبقى سعره 50، وبوكس تاني شكله حلو قوي ويبقى سعره 300. فما ركزتش ان انا اجيب حاجه واحده، لا حبيت ان يكونوا الاثنين موجودين وكل واحد يختار اللي يعجبه. بمناسبة ان احنا النهاردة عيد الحب، فطبعا هابي فالنتاين داي ليكو. عايزة اقولك حاجة، ان انا شعاري كمان دايما بنزل كده تهادوا تحبوا، يعني بشوف ان فكرة ان احنا نجيب هدية دي مش مجرد انا بعمل الواجب اللي عليا، لا بالعكس انا بجدد حبي بالهدية دي يعني في كل العلاقات. واحيانا كمان عايزه اقول لك بشوف ان الهديه عاده مش بقيمتها الماديه قد ما هي ان هي هديه مختاره بحب قوي. تمام، يعني عايزه اقول لك ممكن حد مثلا يجيب هديه هي ما تخطرش ببالي، فدي اكتر هديه بتبسطني. وحد مثلا ممكن يبقى ظروفه صعبه جدا ان هو يجيب هديه ويدخل في حين الاسعار مثلا متفاوته ما بين 200، ده ستارت 200 مثلا 150، ممكن حد يجيب هديه ب 100 اوكي، لحد مثلا 300 400، في حد ممكن يدفع 600 على حسب.
وهو امكانياته ما تسمحش يجيب هدايا اكتر من 50 جنيه. يمكن ده اكتر عميل انا بحبه، يعني بيعجبني فكرة ان برغم الظروف دي هو مش ناسي، هو عايز يفتكر الشخص اللي بيحبه. فالعميل ده بالنسبة لي بيبقى مش مجرد عميل عادي، لا، اللي هو لو مثلا الهدايا بتاعته بال50 وهو محتاج بوكس، بس هو ظروفه هنا، فانا ممكن اقوله خلاص البوكس ده كادو مني يعني. وفعلا بحس وقتها ان انا مبسوطة قوي، زي برضو في شعور كده بالنسبة لي اكتر حاجة بتسعدني لما بلاقي العملاء مبسوطين بالهدية. هم مش مجرد دخل خد البوكس ومشي، لا، في عملاء هنا بيدخلوا بيقرروا ان هم يختاروا الايتمز بنفسهم، يعني يختاروا البوكسات، يقولوا لي هو انا ممكن انا اعمل البوكس، اقول له اه طبعا، ويبتدي يعمل البوكس على ذوقه، على ذوق الشخص اللي رايح له. يعني دي برضو من الحاجات المهمة قوي في اختيار الهدايا، يعني يبقى عندنا فن. الدباديب طبعا هي اكتر هدايا معانا مكملة، لكن في دلوقتي الباندا، وفي كاركتر زي فلافيلو وبغدود، وفي عروسة كده اسمها عروس بيلا. الاكتر دول اكتر حاجة ممكن يبقى عليهم سحب. وطبعا الووتر بول نازلة دلوقتي باشكال مختلفة، اللي هي بلورة بيسموها، بتعمل ميوزك وبتنور، بيبقى فيها وردة ساعات، في منها في كابلز، في منها بقى اجدد شكل وحلوة قوي اللي فيه الخاتم، يعني تحسي يعني اللي هو جان كده هو بيقدمها، فدي من الهدايا الحلوة قوي. وفي بقى الحاجات اللي هي البيزك، يعني انت لو حد اول مره يجيب هديه، في ناس كده تلاقيهم يعني هيدخلوا ياخدوا برفم وساعة، حاجه عمليه وفي نفس الوقت شيك وقيمه. وفي ناس برضو بيحبوا يجيبوا اكتر حاجات البنات تستخدمها، يعني دلوقتي في بوكس بيبقى بوكس ميك اب، ده طبعا اكتر حاجه بتخطف قلب البنت. يعني هو عاده الولاد، بالرغم ان انا كاستمر عندي بنات اكتر، بس الولاد بيبقى صعب عليهم ان هو يلاقوا محل فيه كل الهدايا، فبيصدقوا يلاقوا محل اي ايتمز هو يحتاجها هيلاقيها، فده موضوع بالنسبة له سهل. على عكس البنات، البنت ممكن تبقى عايزة تجيب له بنطلون من هنا والجاكيت من هنا. بس السنة دي انا ميزت نفسي شوية ان انا ضفت كذا حاجة للولاد، عملت لهم سيكشن مخصوص عبارة عن محافظ، بريسلت، برفم، بادي سبلاش، اسبري، حفاظة الكروت دي، كراتة. فأصبح ان في اكتر من فكرة للولاد، فالبنات ايه ده بجد عندك بوكس ولاد شكله حلو مع ستيك مثلا. في باكج برضو كده بيبقى فيها برفم وبادي سبلاش واسبري، دي حلوة قوي للولاد، جفت برضو شكلها قايم وفي نفس الوقت ايه كاملة يعني. اغلى هدية بنت هي اللي عملتها، وكانت عاملاها لاختها، تمام، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي. وكانت تقريبا بوكس ميك اب، في كل ميك اب وفي بلورة وفي كل الحاجات اللي في المحل، كان تقريبا 4000 حاجة كده، فكان رقم طبعا. حتى الاستاف اللي هو ايه ده، هي بتحب اختها قوي كده. اغلى هدية ولد عملها كان بوكس ب2000 ومعاه دبدوب كبير قوي، الدبدوب كان ب800. كان عامل لها بوكس بقى فيه ميك اب كتير وفي مانيكير وفي مج، كان بوكس تحفه. دوت جفت كده سريعه، يعني عيد الحب، يعني دباديب مرتبط مع الناس بدباديب، فعاده بياخدوا مثلا دبدوب مع بلوره. الهديه دي حلوه قوي، دي بتنور، ثانيه هشغلها لك، عميل يقدر يشوفها برضو، شكلها حلو جدا. دي بلوره فيها ورد وبلالين وفيها كابلز اتنين مع بعض ودبدوب. ده حاجه بقى بينك برضو دبدوب بس معاه ازازه برفم كده، دي تعملها 250. دي جفت برضو سريعه وحلوه قوي، ودي جديده بقى جدا اولا لانها باكج فيها برفم وبادي لوشن وبادي سبلاش وبرفم شنطه، واحنا حطينا بلوره معاها لان انت عارفه البنات بيحبوا قوي تفاصيل زي البلوره مثلا، ممكن بيحبوا برضو الووتر بول اللي هي بيبقى فيها كابلز،
وهدية في نفس الوقت عملية، يعني دي للناس اللي بيفكروا يجيبوا حاجة الشخص التاني يستفاد بيها. أحب أقول لهم طبعاً عيد حب سعيد عليكم كل، وبالحب تنبض قلوبنا بجد. وعايزة أقول حاجة مهمة جداً يا جماعة، فعلاً إن إحنا نجدد حبنا كل شوية للناس اللي في حياتنا، حتى لو بتشوكلت بوردة. على فكرة في ناس مرة ولد جه خد وردة، الورد هو زي كده، وحط معاها شوكليت بسيطه كده وربطناها في شريطه. هي هديه بسيطه قوي، بس انا فاكرك. يعني مهم جدا ان احنا نمشي. اصلا كلمه تهادوا تحبوا دي من الرسول عليه الصلاه والسلام، وانا بشوفها حاجه فعلا لو موجوده في حياتنا، يعني بالحب تسعى قلوبنا. وربنا يسعدكم يا رب، ونبقى دايما مصدر للبهجه والسعاده في حياه الناس.